اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وسلم تسليما. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد أن شردت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها، فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به، فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجليل، وأهبطت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفدتهم بعلمك، وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك، فبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها، وبعض حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمتك، وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته، وجعلت ذلك عليا، وبعض كلمته من شجرة تكليما، وجعلت له من أخيه ردءا ووزيرا، وبعض أولدته من غير أب وآتيته البينات وأيدته بروح القدس، وكل شرعت له شريعة ونهجت له منهاجا، وتخيرت له أوصياء مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة، إقامة لدينك وحجة على عبادك، ولئلا يزول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله، ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا، فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى،
إلى أن انتميت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله، فكان كما انتجبته سيدا من خلقته وصفوة من اصطفيته وأفضل من اجتبيته وأكرم من اعتمدته وقدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثقلين من عبادك وأوطعته مشارقك ومغاربك وسخرت له البراق وعرجت بروحه إلى سمائك وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك، ثم نصرته بالرعب وحففته بجبرائيل وميكائيل والمسومين من ملائكته، ووعدته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون، وذلك بعد أن بوأته مبوأ صدق من أوله وجعلت له ولهم أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وأداما للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، وقلت إنما يريد الله ليذنب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابه، فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب، وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم، وقلت ما أسألكم علي من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك، فلما انقضت أيامه أقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد، فقال والملأ أمامه من كنت مولاه فعلي مولى، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله، وقال من كنت أنا نبيه فعلي أمير، وقال أنا وعلي من شجرة واحدة، وسائر الناس من شجر شتى، وأحله محل هارون من موسى، فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لو نبي بعدي وزوج ابنته سيدة نساء العالمين، وأحل له من مسجده ما حل بها وسد الأبواب إلا باب،
ثم أودعه علمه وحكمته فقال أنا مدينة العلم وعلي بابها. فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها. ثم قال أنت أخي ووصي ووارثي، لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي. والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي. وأنت غدا على الحوض خليفتي، وأنت تقضي ديني وتنجز عدرتي، وشيعتك على غدابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني. ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي، وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى وحبل الله المتينا وصراطه المستقيم. لا يسبق بقرابة في رحم ولا بسابقة في دين، ولا يلحق في منقبة من مناقب. يحذو حذو الرسول صلى الله عليهما وآلهما ويقاتل على التأويل، ولا تأخذه في الله لومة أولى. قد وترى في صناديد العرب وقتل أبطالهم وناوش ذعبانهم، فأودع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيرها، فأضبت على عداوته وأكبت على منابذته، حتى قتل الناكثين والقاسطين والمارقين. ولما قضى نحبه وقتله أشقى الأشقياء من الأولين والآخرين، يتبعون أشقى الأولين. لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين، والأمة مصرة على مقته مجتمعة على قطيعة رحمه وإقصاء ولده، إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم، فقتلا من قتلا وسبيا من سبي، وأقصيا من أقصيا، وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوب. إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم. فعلى الأطايب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما، فليبكي الباكون وإياهم فليندب النادب.
ولمثل إن فلتذرت الدموع وليصرخ الصارخون ويضج الضاجون ويعج العاجون. أين الحسن أين الحسين أين أبناء الحسين؟ صالح بعد صالح وصادق بعد صادق أين السبيل بعد السبيل؟ أين الخيرة بعد الخيرة؟ أين الشموس الطالرة؟ أين الأقمار المنير؟ أين الأنجم الزاهرة؟ أين أعلام الدين وقواعد العلم؟ أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية؟ أين المعد لقطع دابر الظلمة؟ أين المنتظر لإقامة الأمت والعوج؟ أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان؟ أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن؟ أين المتخير لإعادة الملة والشريعة؟ أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدود؟ أين محيي معالم الدين وأهله؟ أين قاصم شوكة المعتدين؟ أين هادم أبنية الشرك والنفاق؟ أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان؟ أين حاصد فروع الغي والشقاق؟ أين طامس آثار الزيغ والأهواء؟ أين قاطع حبائل الكذب والافتراء؟ أين مبيد العتاة والمردم؟ أين مستأصل أهل العناد والتضليل والإلحاد؟ أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ أين جامع الكلمة على التقوى؟ أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى؟ أين مؤلف شمل الصلاح والرضا؟ أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلا؟ أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى؟ أين المضطر الذي يجاب إذا دعا؟ أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى؟ أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغرى وابن فاطمة الكبرى؟ بأبي أنت وأمي ونفسي لك الوقاء والحمى.
يا ابن السودة المقربين، يا ابن النجباء الأكرمين، يا ابن الهداة المهدي، يا ابن الخيرة المهذبين، يا ابن الغطارفة الأنجبين، يا ابن الأطائب المطهرين، يا ابن الخضارمة المنتجبين، يا ابن القماقمة الأكرمين، يا ابن البدور المنير، يا ابن السروج المضيئة، يا ابن الشعوب الثاقبة، يا ابن الأنجم الزاهر، يا ابن السبل الواضحة، يا ابن الأعلام اللائحة، يا ابن العلوم الكاملة، يا ابن السنن المشهورة، يا ابن المعالم المأثور، يا ابن المعجزات الموجودة، يا ابن الدلائل المشهودة، يا ابن الصراط المستقيم، يا ابن النبأ العظيم، يا ابن من وفي أم الكتاب لدى الله ولي حكيم، يا ابن الآيات والبينات، يا ابن الدلائل الظاهرات، يا ابن البراهين الواضحات الباهرات، يا ابن الحجج البالغات، يا ابن النعم السابغات، يا ابن طه والمحكمات، يا ابن ياسين والذريات، يا ابن الطور والعاديات، يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى دنوا واقترابا من العلي الأعلى، ليت شعري أين استقرت بك النوى، بل أي أرض تقلك أو ثراء برضوى أو غيرها أم ذي طوى، عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى، عزيز علي أن تحيط بك الدنيا البلوى، ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى، بنفسي أنت من مغيب لم يخل منا، بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا، بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنى، بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضاهى، بنفسي أنت من نصيف شرف لا يساوى، إلى متى ما أحار فيك يا مولى، وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى، عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى، هل من معين فأطيل معه العويل والبكر،
هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا، هل قضيت عين فساعدتها عيني على القذى، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى، هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى، متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا، متى ترى أنا ونرى، وقد نشرت لواء النصيترا أترانا نحف بك وأنت تأم الملا، وقد ملأت الأرض عدلا وأذقت أعداءك هوانا وعقابا، وأبرت العتاة وجحدت الحار، وقطعت دابر المتكبرين واجتثثت أصول الظالمين، ونحن نقول الحمد لله رب العالمين. اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى، وإليك أستعدي فعندك العدوى، وأنت رب الآخرة والدنيا، فأغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى، وأريه سيده يا شديد القوى، وأزل عنه به الأسى والجوى، وبرد غليله يا من على العرش استوى، ومن إليه رجعا والمنتهى اللهم، ونحن عبيدك التائقون إلى وليك المذكر بك وبنبيك، خلقته لنا عصمة وملاذ، وأقمته لنا قواما ومواذا، وجعلته للمؤمنين منا إماما، فبلغه منا تحية وسلاما، وزدنا ببونك يا ربي كراما، واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما، وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك، ومرافقة الشهداء من خلصائك. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على محمد جدني رسولك السيد الأكبر، وعلى علي أبي السيد الأصغر، وجدتي الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد، وعلى من اصطفيت من آباء البررة، وعليه أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر، ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك، وصل علي صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها، اللهم وأقم به الحق، وأدحض به الباطل، وأدل به أولياءك، واذلل به أعداءك، وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفا، واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم،
ويمكثوا في ظلهم وأعنا على تأدية حقوقه إلهي والاجتهاد في طاعته واجتنابه معصيته وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته وادعاءه وخير ما ننال به سوة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورا ودعاءنا به مستجاب واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية وأقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة الرحيم نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريئا رويا هنيئا سائغا لا ظمأ بعدها يا أرحم الراحمين.